سننتصر، سننتصر للأمعاء الخالية، سننتصر لإخواننا، إخواننا بالسجن. بأصوات تخنقها العبرة تصرخ الأمهات في مواجهة ما لم يتوقعن معايشته، لا زمانا ولا مكان. فاليوم يكمل الصحفيون عامهم الأول في سجون الميليشيا، أما المكان فلم يشهد من قبل أبدا إهانة للمرأة اليمنية ومن قبل امرأة مثلها، لا لذنب سوى لأنها تطالب بحرية ولدها أو أحد أقاربها. عنف واضح يظهر جليا نوع الثقافة التي غرستها الميليشيا في أتباعها لتجبر مناصراته على تجاوز الإحساس بمشاعر أمهات مثلهن. فكان المشهد هكذا، لا شيء تتمكن منه الميليشيا إلا واستغلته أسوأ استغلال. هؤلاء نساء مواليات لها تدفع بهن للاعتداء على وقفة احتجاجية لأمهات مختطفين في صنعاء أمام مكتب النائب العام. قبل سنوات قليلة كانت نساء الحوثيين يقفن في المكان ذاته للمطالبة بالإفراج عن أقاربهن المعتقلين حينها، واليوم الصورة ذاتها، غير أن أولئك النسوة هن من يقمن بالاعتداء على أمهات المختطفين. ارتفعت وتيرة الانتهاكات بالتزامن مع ارتفاع الأصوات النسوية المطالبة برحيل الميليشيا، فلم يكن هذا الاعتداء هو الأول ولا يبدو أنه سيكون الأخير.